مجرد دخولك لمحافظة السويس وسؤالك عن أهم معالمها هتلاقي الكل بيجاوبوك ويقول لك مسجد الأربعين، بيتمتع طبعا بمكانة خاصة عند أهالي السويس وخاصة في شهر رمضان الكريم، بيعتبر من أكتر المساجد اللي بتشهد إقبال للسويسة لأداء الصلوات فيه. فكاميرتنا كانت هناك في السويس عشان نعرف إيه حكاية مسجد الأربعين، وهنعرفها من خلال التقرير الجاي. في رحاب الأربعين السويسة متجمعين، كلمات يرددها كثيرا أبناء محافظة السويس وخصوصا المقيمين في حي الأربعين خلال شهر رمضان، للتعبير عن ارتباطهم الروحي بمسجد الأربعين أحد أقدم المساجد بالمحافظة، الذي يشهد إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان ممتلئا بالمصلين في صلاة التراويح. الحمد لله رب العالمين، نحن في شهر كريم يوجد إقبال شديد من رواد المسجد، والحمد لله رب العالمين المسجد ممتلئ دائما وأبدا على آخره في كل الصلوات، صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورواد المسجد الحمد لله رب العالمين يحبون هذا المسجد حبا جما. يقع مسجد الأربعين وسط أشهر ميدان بالمحافظة، وهو ميدان الأربعين، كما ارتبط باسمه الحي الذي يقع فيه، ويقيم به 60% من أبناء محافظة السويس، ويحظى دائما المسجد باهتمام مسؤول الأوقاف بالسويس، ولا يمكن أن تذهب إلى هناك وخصوصا ميدان الأربعين إلا ويقع نظرك على المسجد. القصة الحقيقية لبناء مسجد سيدي عبد الله الأربعين من زمن حفر قناة السويس. في الفترة دي كان زي ما حضرتك تعرف إن السويس كانت عتبة أو ممر للحجاج من هنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأداء مناسك الحج. الناس هنا تزور سيدات وأطفال ورجالة بيزوروا المقام، بسم الله وإحنا متواجدين وبنفتح لهم الضريع وبزوروا الناس بسم الله ما شاء الله، وإحنا في خدمة الناس يعني في الأربعين. ويروي أبناء الحي الأشهر دائما حكاية 40 حاجا مغربية الجنسية كانوا في طريقهم لأداء فريضة الحج عن طريق ميناء السويس خلال حفر القناة، ولكنهم توفوا ودفنوا بالمكان الذي أقيم فيه مسجد الأربعين بعد وفاتهم.